الجنرال بزحلي ضيف كريم على مدينة رايح رحلة، والله بعين قبل ما يوصل على عتاب حرقوله صورة لسبع الغاب مثل قيامي وطنطنة الحكاية، ولو خفتوا من صورة يا شباب. دهر زحلي ويا قصر المجد شرعني البواب، زحلي يا دار السلام فيك مرضى الاسودين، على ضم والله ما ننام الموت ببوز البارودين. وبعد التي والتي وبعد التحقيق والسؤال وضرب الرمل والمناديل وتبصير القهوة بالفنجين وقراية الكف واستشراق الزمان، تبين انه الفاعلين مش كتير مجهولين، وانه دود الخل منه فيه وعن اهل البيت مش غريبين، وطلع الجاني شاب اسمر لبناني مثل الاسد بيتمخطر بده يخدم الجنرال، وحرق الصورة وحرق مسينا وقال لك خلي زحل عند الجنرال تزحف وتقله ما تواخذنا انت الزعيم وغيرك غيرك نسينا. كانت قاعد بالوادي حراس المجد تنادي، كانت قاعد بالوادي حراس المجد تنادي، او زحلت الله يلعن الكاميرات اللي فضحت الديات اللي حرقت الصورة المحروقة أساساً ونزعت كل الطبخات. والمشكلة هلأ الجنرال بزحلي مع مين بيحكي؟ مرحبا يا حبايب يا حبايب، مرحبا مرحبا يا حبايب يا حبايب، مرحبا نورتونا يا حبايب طفوا نور الكهرباء، نورتونا يا حبايب كيف؟ سنقف سنقف مع فتوش؟ الوضع مهزوز، مع القوات لا في خاض ولا في هات، مع العونية مساكين شو بيطلع عددهم بكل هالخبرية، مع الحزب ملهنش بزحلي خبز، مع جماعة بشار مش طالع بإيدهم محروقين ببلدهم بالنار. الله طيب شو طالع بعد عزحلي تعمل؟ وأي شعبية بعد بدك تستثمر؟ يا جارة الوادي طربت وعادني ما يشبه الأحلام من ذكراك. سمع مني هالنصيحة، عمل لك مشوار سياحة عالبرداوني، ولك خد لك استراحة، ولك رخي أعصابك، خطي واشرب من مية الزحالني وعبي منها شوي شوي، هيدي مية بتعدي اللي بيشرب منها بتصيبه النخوة. وبدل ما بالسياسة تعيط وتحكي، حكي بالشعر والغزل وحيك الشاعر أحمد شوقي ومحمد عبد الوهاب، وخلي جارة الوادي تقول لكل الجيران اليوم صار في عنا أعجوبي، إجا لعنا الجنرال وما سمعناش صوت صواريخ ولا قيل وقال، وقعد عاقل فل مثل الشاطر ومثل ما إجا راح، وكأن لا إجا ولا راح، وباح يا باح خلصت الحكاية والراوي استراح.